عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي استظافر ناصر. استظافر بجد ترحب فيك في هذه الحلقة. شكرا لك. البداية من الملف السوري وهو الحاضر دائما وأبدا في الفترة الأخيرة. اليوم نحن بانتظار اجتماعات في الكونغرس في عضو مجلس أو بالأحرى في مجلس النواب لبحث قرار الأعضاء في حال صوتوا لصالح الضربة الأمريكية أم لا. اجتماعات اليوم، اليوم في كلمات مرتقبة لباراك أوباما الرئيس الأمريكي على كل الشاشات الأمريكية، يبدو أن هناك توجه للحديث أو التواصل بشكل مباشر مع الشارع الأمريكي. هل تتوقعون في ظل كل هذا الحشد أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية من موقفها وهي أساساً أخذت موقف بالضربة ولا بعد؟ يعني من خلال مراقبة كل إذا صح التعبير الأحداث المرتقبة، إن كان مقابلات الرئيس أوباما على شاشات التلفاز اليوم أو مدولات الكونغرس أو حتى الحشد الدبلوماسي اللي حاول كاري بالأمس بباريس أنه يعملوا مع عدد من الوزراء الخارجية خارجية الدول بالعالم، واضح جدا أنه لا، الحشد مستمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الضربة العسكرية. وإلا يعني لما كان يمكن الرئيس الأمريكي عم بيحاول اليوم أنه يطلع على شاشات التلفزة بهذا الشكل بالتوجه بشكل مباشر للشعب الأمريكي بمحاولة إقناعهم بوجهة نظره بهذه الضربة، بالإضافة للمداولات وما سبقها، حتى مش بس اللي بده يحصل اليوم وبكرة، يعني ما سبقها من تواصل وكلام مع أعضاء الكونغرس بهذا الاتجاه. يعني المؤشرات بتقلك أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية سائرة باتجاه الضربة العسكرية. هلأ هل الكونغرس الأمريكي ممكن يفاجئ الرئيس الأمريكي كما حصل مع كاميرون ببريطانيا ويرفض؟ سؤال ويرفض، هذا سؤال يعني سؤال كبير، بالإضافة لأنه هل إذا رفض الكونغرس الأمريكي ممكن أنه الرئيس الأمريكي يتجه يعني ويروح بهذا القرار بشكل أحادي، لأنه هذا من ضمن صلاحياته كمان. بعتقد هذه أسئلة يمكن بدأ خبراء استراتيجيين يجاوبوا عليها على كل حال أكثر مني. بس كل المؤشرات بتقلك خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما عاد سهل، والرئيس أوباما ما عاد سهل عليه بعد هذا الحشد اللي عم بيحاول يعمله، بعد الكلام أنه هناك خط أحمر تم تجاوزه بسوريا من قبل الرئيس الأسد، يرجع يغير رأيه، خصوصا أنه في كلام كبير عن هيبة الرئيس الأمريكي وعن هيبة أمريكا وهيبة الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يكون هناك تراجع. يعني كمان هناك علامة استفهام، هل ممكن أن تتراجع الولايات المتحدة عن هذا التوجه إلا إذا يعني تحققت أو تحقق الهدف السياسي من دون ضربة. يعني ليس هناك من ضربة عسكرية من دون هدف سياسي، هذا بالتأكيد. فهل ممكن أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الإعلان عن ضربة والحشد لإلها والحشد الدبلوماسي والإعلامي والسياسي وغيره، أن تحقق أهداف سياسية تبتغيها من الضربة من دون حدوث الضربة؟ ربما ساعتها يعني ما بيكون في ضربة، لكن بتكون حققت أمريكا ما تريد. على كل حال منذ قليل يعني وبتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، يعني 3:30 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، 10:30 صباحا بتوقيتنا، بلشت الواشنطن بوست تنشر إحصاءات. واضح عندي تنشر الواشنطن بوست لأعضاء الكونغرس الأمريكي، يظهر هذا الإحصاء أنه غالبيتهم لم يقرر بعد الموافقة على أي عمل عسكري، وبحسب ما هو واضح أنه بمجلس العموم في على الأقل فارق 25 صوت على الأقل، مش باللي معه ضد، باللي ما بدهم يصوتوا حتى الساعة بموضوع الحرب. يعني طلع مواقف، يعني امبارح يعني على شاشات التلفزي طلع عدد من أعضاء الكونغرس وكان في بشكل واضح أنه مجلس الشيوخ ضد 27-23 الأصوات، يعني بعض القصة راس براس. هيدا نشرته الواشنطن بوست يعني آخر منذ قليل. الولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك رأي عام، هناك ممثلين لهذا الرأي العام، هذه القرارات الاستراتيجية الكبيرة تناقش بكل جدية، وطبعا الأساس فيها وين مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ثابت يعني. حتى سواء كان الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي في القضايا الاستراتيجية، يعني مش ضروري الخلاف السياسي الداخلي بأمريكا ينعكس خلاف على هذه القضايا الاستراتيجية، ربما أنه يكون في اتفاق سواء بالسلب أو بالإيجاب.
فبعتقد علينا انه نترقب يعني من دون تحليلات مثل ما قلت بانتظار اي قرار امريكي من دون تحليلات استراتيجيه وتوقعات ولانه صارنا اسبوعين على نفس صحيح بالانتظار وسمعنا الكثير من التنظير بهذا الاتجاه البعض حدد ساعات الصفر وحدد الاهداف وحدد النتائج وحدد انا برايي خلينا ننتظر نشوف بالضبط شو اللي بده يطلع فيه الكونغرس الامريكي وعلى ضوء الرئيس اوباما شو بده يتصرف ماذا تريد الولايات المتحده الامريكيه من الضرب تحديدا من الملف السوري ككل لانه يعني تحديد ماذا تريد الولايات المتحده يوصلنا الى تحديد ما اذا كانت فعلا ستلجا الى ضربه ام نص نص ام ضرب صغيرة أم حتى ممكن تفاوض بالسياسة أكثر من العسكر ماذا تريد من الملف السوري بشكل كامل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما في شك قوة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أقل شيء ممكن أنك تقول بتريده سواء بسوريا أو بغير سوريا أو على مستوى المنطقة كلها أن تكون صاحبة قرار يعني هذا أمر منه خافي على أحد ولا هذا الصراع الدولي اللي صارت سوريا هي عنوان له بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلا صراع مصالح سياسية بالمنطقة وهذا أمر يعني واضح جدا السؤال هو لماذا يعني الغرب بمجمله تعاطى مع الملف السوري بهذا الشكل إلى أن وصلت سوريا إلى اللحظة اللي هي وصلت له هل يعني الغرب ما كان قادر أنه يحسم الأمور بسوريا قبل هذه الفترة هل الغرب أراد ترك سوريا إلى يعني ما وصلت إليه من لجهة عدم إلى عملية التدويل اللي صارت بسوريا حتما صراع المصالح هو اللي راح يقرر مصير سوريا وبالتالي مصالح الكبار هو اللي راح بنهاية المطاف على حساب الشعب السوري يعني وبالتالي اليوم قد يتجه الموضوع إلى مفاوضات إلى ربما طبعا يعني ما في ضربة بالأساس حتى بعد الضربة العسكرية ولو افترضنا أنه الضربة العسكرية أجهزت على النظام بالكامل حتى بعد ذلك أنت بحاجة إلى مفاوضات سياسية بحاجة إلى حل سياسي لإدارة سوريا فيما بعد وبالتالي اللاعبين بهذا الإطار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي كمان معروفين لا يمكن يعني أن نقول نحن عسكريا تحسم الأمور وبالتالي يرسم المسار السوري بالمستقبل القريب والبعيد على الإطلاق بدك أنت مفاوضات سياسية حتما ربما هذه الضربة يعني ترجح كفة على كفة أو تحدث توازن ما باتجاه المفاوضات يعني أمر هذا يعني رهن نتائج الضربة رهن نتائج الأهداف اللي الضربة بدها يعني تضربون وإلا بالنهاية طبعا بنروح على حل سياسي حتما يعني حل سياسي داخلي وحل سياسي إقليمي ودولي لفوت أكثر بقراءتكم لتفاصيل أمور انطلاقا من مواقفكم كحزب تقدمي اشتراكي اليوم من الأساس كان النائب وليد جملاط يقول ومن خلفه الحزب التقدمي الاشتراكي بشكل عام ادعموا المعارضة السورية كي لا نصل إلى أن يذبح الشعب السوري كما نراه اليوم وتحديدا كان آخر موقف عنيف سقف عالي له في هذا الإطار بعد مشاهد الأطفال والكيماوي اللي صار اليوم أي معارضة تريدون أن تدعم في سوريا؟ حتى في هذه النقطة أستاذ مالك كمان كنا واضحين أنه العنف لن يولد إلا عنف في سوريا والدم لن يولد إلا دم وهذا الفلتان اللي وصل له الوضع السوري حتما فتح الأبواب على يعني معارضات عديدة صح. على معارضات عديدة وهذا يعني أصلا نحن يمكن بلبنان مرقنا فيها هذه المرحلة وبنعرف بس سفلة الوضع الأمني كيف ممكن جماعات عدة يعني ممكن إنها ما وصلنا لل 1470 تقريبا فصيل وفيلة مش مختلفين يعني هلا على حجم سوريا يمكن نسبيا بنطلع عم بحكي عن الفكرة أنا إنه فلتان الوضع الأمني بهذا الشكل اللي وصلت له سوريا عدم دعم المعارضة وحسم الأمور من البداية طبعا بده يفتح المجال لجماعات عديدة من داخل سوريا وخارج سوريا بتوجهاتها المختلفة بأفكارها المختلفة بدعمها المختلف يعني أنه يكون إلى دورة على الـ بالميدان أنه يكون إلى دورة بالميدان أنا برأيي الأساس اللي نحن منريده هو الشعب السوري وهيدي الجماعات اللي بعضها يعني وبعض إذا صح التعبير مسلكة أو تصرفة يعني هو غير مقبول وغير مبرر
ما بعتقد هي اللي بتعبر عن مجمل الشعب السوري ولا عن إرادة الشعب السوري برمته. ويعني هناك معارضة سياسية واضحة لهذا الشعب، هناك حتى على المستوى العسكري كمان هناك جناح لهذا ليعبر عن إرادة الشعب السوري المعارض للنظام بشكل كمان معروف، يتمثل بالجيش السوري الحر. يعني هذا الشيء الأساسي اللي بيعبر هذا اليوم الشيء. من يظهر على الأرض هو على الأقل صاحب القوة والنفوذ على الأرض هو جبهة النصرة، دولة العراق الإسلامية. حتى هذا الكلام أستاذ مالك، هذا الكلام من قبل ما جبهة النصرة تأخذ هيدي الهالة، كان في عملية يعني قام فيها النظام ب يعني ترويج دعاية لجبهة النصرة ولهذه الجماعات التكفيرية، والهدف منها كان تخويف الأقليات، وهذه لعبة انكشفت منذ البداية. أنا اللي عم بقوله الشعب السوري هو الأساس، الشعب السوري قادر أن يحكم نفسه بنفسه. هي بس اليوم هذه في ضبط لهودي. أنا عم هاي مرتبطة بالمسار، هاي مرتبطة بالمسار اللي بده ياخده الوضع السوري ككل. هيدي مرتبطة بالمسار اللي بده ياخذه الوضع السوري ككل. وخصوصا إذا نحن رحنا على مفاوضة نموذج، يعني اليوم عندنا ليبيا نموذج واضح قدامنا بموضوع تحييد هذا الجناح المتطرف يلي كان موجود بليبيا عن يعني المشهد السياسي المعارض اللي دعم للوصول إلى الحكم، دعمت المعارضة، دعم الجناح العسكري لهذه المعارضة، فجأة صرنا قدام ليبيا كل يوم فيها تفجير، كل يوم فيها عملية اغتيال، كل يوم فيها دم، والأمريكان ما سلموا منه. نحن أستاذ مالك يعني ما حدا عم ببسط من الوضع لا بسوريا ولا بغير سوريا، ولا حدا عم ببسط من دور هيدي الجماعات أو حضورها على الأرض وطريقة تصرفها. مش هون الموضوع. أنت لما بتروح على حل يعني ورسم مسار للوضع السوري بعد يعني سقوط النظام، المسألة مش سهلة، مش سهلة إنك توجد حل، مش سهلة إنك ترجع تعمل استقرار، مش سهلة إنك ترجع تكرس وتثبت مؤسسات الدولة، وبالتالي ترجع الدولة هي المرجعية لكل سواء العمل المسلح أو منا مسألة سهلة. ما حدا يعني متوهم بهذا الإطار. ومن هون نحن قلنا إنه الوضع السوري وضع معقد ووضع طويل لتوصل لنتائج نهائية كيف بدها السلطة وشكل السلطة بسوريا. ولكن بالوقت نفسه مش على حساب يعني لحتى نحن نحاول نظهر خطورة هيدي الجماعات، نقول كأنه لا هناك شعب سوري عنده يعني معارض في سوريا، ولا هناك أيضا يعني أدوات لهذا الشعب السوري، أدوات معتدلة أو أدوات يعني فعلا تمثل الثورة بشكل من الأشكال. كمان هذا في شيء من الظلم مرتكز إلى دعاية مش كلها دقيقة ولا كلها صحيحة، مع أنا عم بقول رفض كل الأعمال غير المبررة اللي بتجي من هذه الجماعات سواء باتجاه الناس أو باتجاه يعني بعض المراكز سواء الدينية أو اللي إلها رمزية معينة. هو أكبر نموذج بالأمس معلولة. هذا أمر غير مبرر يعني ولا بشكل عام. يعني الهدف من معلولة والرسالة التي وصلت عبر معلولة، بس للتوضيح لأنه في خبر ورد بالموجز عن قطع طريق عام طرابلس عكار بسبب احتجاجات على توقيف الجيش لشاب من التبانة. في المعلومات الواردة الآن من طرابلس أن الجيش أعاد فتح طريق طرابلس عكار بعد قطعها بالشاحنات. إذن طريق طرابلس عكار باتت سالكة في هذه الأثناء، وفض الاعتراض أو الاعتصام بالشاحنات الذي كان موجودا على هذه الطريق الممتدة من نهاية طرابلس عند الملولي حتى البداوي ودير عمار. في هذه المنطقة كان هناك اعتصام قطع خلاله المعترضون الطريق بشاحنات، منذ قليل أعاد الجيش فتح هذه الطريق. بدي أرجع لك أستاذ ظافر في هذه الحلقة، كنا بنحكي عن مواقفكم اليوم، تحدثنا عن يعني إذا بدك قراءتكم لما يحصل في سوريا اليوم. في حال قرر الأمريكيون ضرب سوريا، غطاء دولي مش غطاء دولي، اليوم البريطانية مش عارفين ياخدوا موقف، الفرنساوية مع بس ما بدون يفوتوا لحالهم، الألمان قالوا لا رجعوا ماضوا، تبين أنه ماضين على شيء غير اللي نحكي عنه. بغض النظر اليوم ضربة أم عدم ضربة، بغطاء أم بلا غطاء، أنتم مع هذه الضربة؟ شوف أستاذ مالك، أنا يعني هذا السؤال متوقع أني أسأله، و
إذا بتتابع بالإعلام كل ما يتعلق بالضربة الأمريكية، للأسف تعودنا نحن نروح دائماً لأسئلة من هذا النوع من باب يعني محاولة البعض، أو أنه بيكون مفكر عم بيسبب لك إحراج بهذا السؤال، أو أنه مفكر يعني بعد شوي بالاتهام الجاهز. وإذا بتوزع على يعني على شاشات التلفزة بتشوف هذا المنطق موجود. أنا برأيي هو مجرد موقف، يعني أنا برأيي خليني أقول الموضوع ضربة تحديد. أنا برأيي البحث لازم يكون، نحن بالنسبة لنا مش بس كلبنانيين، كعرب بشكل عام البحث لازم يكون عنا بشكل أعمق من هيك، بالأسباب اللي عم توصلنا لهيدي النتائج، بالأسباب اللي عم توصلنا لهيدي النتائج، واللي عم يسألوا هيدي الأسئلة بالإجمال إذا كمان بتشوف مواقفهم من حالات شبيهة باللي عم بيصير بسوريا حاليا. ببعض المحلات كانوا مرحبين بإما غزو أمريكي وإما تدخل أمريكي في محلات سابقة. المسألة أستاذ مالك، ما حدا اليوم بيتمنى يكون في ضربة لا يعني من أي دولة لأي بلد عربي أو لأي دولة عربية. هذه مسألة من البديهيات. وأنا خليني أذكر من بداية الأزمة السورية كان لنا نحن مواقف واضحة لجهة التدخل ورفض التدخل يعني بالبديهيات، بالمبدأ. ما حدا بيقدر يقول أنه والله يطلع يقول أنا مع ضربة، يعني هذه بعتقد شيء بديهي. إنما السؤال اللي مطروح اليوم، شو اللي وصلنا لهون؟ السؤال اللي مطروح اليوم اللي عم بيرفضوا، بس بهذه الأمور أنتم مواقفكم واضحة، اللي عم بيرفضوا من الأساس مع التغيير في ما اللي عم بيرفض الضربة وعم بيقول إنه هاي الضربة يعني، واللي ضربة هي لبلد عربي وضربة هي للشعب السوري، اللي عم بيرفض هاي المسألة. طيب في 100,000 قتيل بسوريا ما سأل عنه، في 100,000 قتيل بسوريا ضرب بالكيميائي ما بتستاهل انه كمان ترفض؟ شكرا مالك. مشاهدينا رح نختصر الجولة اليوم تما ناخذ اكثر من وقت الحلقة، ورح ابدا الجولة مع صحيفة السفير ومعلومات حكومية تفردت بها السفير اليوم على صفحتها الاولى، تقول غدات متفجرتي طرابلس جرت اتصالات عاجلة بين بيروت والرياض اثمرت عودة عاجلة للسفير السعودي الى لبنان، كما تزامنت مع مشاورات سياسية مكثفة توجت بالاجتماع الذي عقدته قوى 14 اذار في بيت الوسط، وتم خلاله اقرار مبدا السير بالحكومه الجامعه بمشاركه حزب الله. وبعد مرحله ثانيه من المشاورات شملت النائب وليد جنبلاط تم اقرار الحصص الوزاريه كالاتي: 8 وزراء لـ8 أدار يتوزعون كالآتي: 2 من حصة حركة أمل، أحدهما الوزير علي حسن خليل، 2 من حصة حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن، 4 وزراء مسيحيين من حصة تكتل التغيير والإصلاح، 8 وزراء لـ14 أدار للمستقبل بينهم وزير مسيحي أو 4 للمستقبل، 4 يمثلون مسيحيي هذا الفريق قوات كتائب ومستقلون. 8 وزراء للفريق الوسطي: وليد جنبلاط وزيران درزيان، وزيران لتمام سلام أحدهما سني والثاني مسيحي إضافة إلى الرئيس المكلف نفسه، 3 وزراء لرئيس الجمهورية بينهم وزير شيعي غير استفزازي لكل من حزب الله وأمل من أصل 3 أسماء تم تداولها، ووزيران مسيحيان. الرئيس سلام وضع اللمسات الأخيرة على هذه التشكيلة القائمة على صيغة 8-8-8، وطلب موعد لتسليم التشكيلة يوم الخميس الماضي إلى سليمان، غير أن تطورا ما حصل في غضون أقل من 72 ساعة. هذا التطور بحسب السفير أدى إلى تطهير مشروع إعلان حكومة 24 وزيرا. وبحسب المصادر فإن بندر بن سلطان طلب تجميد عملية التأليف، واعتبر بن سلطان أنه إذا حصلت الضربة العسكرية لسوريا يمكن الذهاب نحو خيارات أخرى بينها تكليف الرئيس سعد الحريري نفسه من دون أي التزام بتوزير حزب الله. من معلومات السفير إلى بعض المعلومات الخاصة من صحيفة الأخبار وفي فقرة علم خبر: عراك قضائي. خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى حصل خلاف بين 2 من الأعضاء كاد يتطور إلى تضارب بالأيدي. سارين في طرابلس أدخل إلى الشمال من سوريا عدد من المقاتلين السوريين بينهم عناصر من جبهة النصرة مصابون نتيجة تعرضهم لغازات كيميائية، قال المشرفون عليهم إنها سارين ويتلقى هؤلاء العلاج في مكان خاص بالمقاتلين السوريين في طرابلس. ومن الأخبار أنتقل إلى الديار وخبر عن النائب وليد جنبلاط.
جنبلاط سيسافر تجنبا للأحراج، تقول الديار. سيسافر النائب وليد جنبلاط إلى فرنسا قريبا، ولن يكون في المختار أثناء الضربة العسكرية الأمريكية الفرنسية لسوريا، وهو لا يريد أن يأخذ أي موقف من هذا الموضوع، فلن يؤيد النظام ولن يدعمه، ويريد من طائفة الموحدين الدروز أن يبتعدوا عن هذا الموضوع وأن لا يشاركوا في الحرب. وهو أرسل رسالة إلى عميد درزي في الجيش السوري مركزه حماة أن يترك مركزه ويعود إلى جبل العرب حتى لو تم قتله من قبل النظام، بدل أن يقاتل في حماة ويورط طائفة الموحدين الدروز في المعارك في سوريا. ومن الديار أنتقل الآن إلى ديلي تيليغراف البريطانية. ومن الديلي تيليغراف معلومات عن الضربة. الضربة العسكرية لسوريا ستكون أعنف مما خطط له في السابق، لأن الرئيس السوري أعطى الوقت اللازم لنشر قواته. جرى التخطيط سابقا لضربة عسكرية محددة تستهدف حوالي 50 هدفا بحسب المسؤولين الأمريكيين، إلا أن قرار تأخير شن هذه الضربة العسكرية من قبل أوباما للحصول على تصويت الكونغرس منح النظام السوري فرصة لتنفس الصعداء وتوزيع قواته وعتاده بما فيها الأسلحة الكيميائية في أرجاء سوريا. إلى ذلك سيتم الاستعانة بعدد أكبر من الجنود مما كان مخطط له سابقا. ومن المتوقع أن تطلق المدمرات الأمريكية الخمس الراسية في البحر المتوسط صواريخ توماهوك في إطار الضربة المحتملة. من الديلي تيليغراف إلى الصحيفة الألمانية بيلد أم سونتاغ. وبيلد أم سونتاغ تقول استنادا إلى مصادر في المخابرات الألمانية، فأن الرئيس السوري بشار الأسد رفض على مدى 4 أشهر طلبات قادة الجيش السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد المعارضة، مرجحة أن الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية نفذ بدون تفويض منه. المخابرات الألمانية حصلت على هذه المعلومات عن طريق اعتراض اتصالات لاسلكية، وهي رأت أن الأسد قد يبقى في السلطة لفترة طويلة حتى في حال شن الولايات المتحدة ضربة على سوريا، وأن الحرب الأهلية قد تستمر سنوات وفق ما صرح به رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية في اجتماع مغلق. أما كبير المفتشين في المخابرات الألمانية فقال إن الجيش السوري الحر يضعف مع توقف تدفق المنشقين إلى صفوفه، ولم يعد قوة رئيسة في صفوف المعارضة المسلحة. أختم الجولة مع صحيفة النهار وصورة اليوم من النهار بعدسة الزميل مروان عساف. هذه الصورة، فتى ماسح أحذية يأخذ قسطا من الراحة في الشارع حيث يعمل. هذا الفتى وضع علبة الحليب تحت رأسه كمخدة وصندوق البويا تحت رجليه. بهذه الصورة أختم الجولة وأعود إلى مالك. شكرا كريستين، فعلا صورة معبرة قد تختزل أكثر من صورة في هذه الصورة. بس مش رح أحكي على صورة بقدر ما بدي أحكي على الخبر اللي ضحكك. كنت وقت لعم خبر نائب وليد جنبلاط في فرنسا صرت تضحك. يعني هيدي تعودنا بعض الصحف نحن يعني تكب علينا بعض الخبريات اللي ما إلها أساس. أولا موقفنا من الموضوع السوري كله واضح، بالعكس يعني من بداية الأزمة بسوريا حتى الآن نحن كنا إلى جانب الشعب السوري بشكل واضح بشكل مبدئي، اعتبرنا هذا موقف تاريخي إلى جانب الشعب السوري، إنسانيا أخلاقيا سياسيا كان موقفنا جدا جدا واضح. حذرنا من دخول النظام بدوامة العنف مع الشعب اللي قلنا من وقتها أنه سيجرنا إلى ما نحن إليه اليوم، اللي البعض يعني بطل شايف 100,000 قتيل مثل ما قلت من شوي، بطل شايف 100,000 قتيل و120,000 قتيل بسوريا والاستخدام الكيماوي، وصار بده يطالب الآخرين بمواقف حول الضربة. كل هذا يعني ما جرنا إليه النظام في سوريا، بعتقد أنا أي حل سياسي حتى لو أعلن الوزير المعلم اليوم استعداد الذهاب إلى جنيف، يعني اليوم واضح أنه مؤتمر موسكو هو جنيف 2 ومن دون شروط. أنا بعتقد عند الشعب السوري شرط أساسي سواء هذه المفاوضات حصلت قبل الضربة أو بعد الضربة، هذا الشرط هو ذهاب النظام السوري، وبالتالي أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره. ما بعتقد أنا في إمكانية للذهاب إلى مؤتمر جنيف 2، وإذا في 1% احتمال أن يبقى هذا النظام. بس اليوم هذه الضربة يعني أبعد من جنيف 2، هذه الضربة قد تأخذ غطاء سياسي من بعض دول أوروبا، بس فعليا شعبيا ما لها غطاء لا داخل الولايات المتحدة لا داخل البرلمانات وحتى بالسياسة. شفنا البرلمان البريطاني كيف فوت ديفيد كاميرون بالحيط، البرلمان الإيطالي يضغط بشكل مرعب على الحكومة الإيطالية ومش قادرة تأخذ موقف. فرنسا 68% أعلنوا موقف الإيطاليين رفضين يعني إيه؟
أعلنوا موقف رفضي. نتيجة ضغط السياسة الإيطالية. فرنسا 68% من الشارع. والأهم من هذا كله الفاتيكان. هذه القوى الدينية العظمى موقفة لأول مرة بيكون واضح الأد ضد الضربة. لكن هل هذه القوى كلها سوا؟ حتى النسب اللي هي رافضة للضربة، حتى النسب الشعبية اللي رافضة للضربة في أوروبا أو غير أوروبا، هي مع أنه النظام السوري يقصف شعبه بالكيماوي، هي مع النظام السوري أن يقتل شعبه، هي مع أنه الشعب السوري يستمر بهذه المذبحة اللي له فيها سنتين. هذا كمان سؤال كبير. بالتالي لابد من مخرج من هذا الواقع السوري اللي نحن عايشينه. هذا المخرج لا يحتمل أن يكون هذا النظام في المستقبل يعني على رأس السلطة في ما في إمكانية لحل سياسي. إمكانية حل السياسي برأيي إمكانية حل السياسي ممكنة إذا هذا النظام يعني أولى بنود الحل السياسي رحيل هذا النظام. أوكي. ربما الشعب السوري يرضى بهذا الحل السياسي حينها. أما أن نتحدث عن حل سياسي ويكون هذا النظام هو اللي يعني عم بيقود سوريا، بعتقد لا يمكن أن يقبل الشعب السوري بهذا الإطار. من هون في يعني كمان ما بدنا نغفل الضربة السورية، الضربة الأمريكية لسوريا إذا 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 حصلت يعني ممكن نحكي ونحلل كتير بنتائجها السياسية وبنتائجها العسكرية والميدانية، لكن أيضا منا ضربة والله ممكن تحسم الأمور بشكل من الأشكال، يعني تحسم الأمور حتى لو سقط النظام. قلت أنه أنت رايح على مرحلة في سوريا تحتاج إلى تفاوض سياسي، تحتاج إلى كلام بالسياسي بين القوى الإقليمية والدولية لإرساء وضع مستقبلي في سوريا، وبهيدي المرحلة كلها سوا أنت أكيد عايش حالة من الفوضى ليست بالهينة أبدا، وبالتالي علامة استفهام كبيرة شو ممكن يكون انعكاسها على الداخل اللبناني. الانعكاس هذه العلامة الاستفهام قد ايه ممكن نخفف من تداعياتها، بما انه بعد علامة استفهام مش معروف قد ايه ممكن تكون مؤثرة جدا ام مرور طفيف. صحيح، هذا هي مسؤوليتنا نحن كقوة سياسية لبنانية. وخليني هون ذكر من ما يزيد سنة او اقل من سنة تماما اطلق رئيس الحزب كلام واضح ومبادرة واضحة وامنا بمروحة من الزيارات واللقاءات والسياسات على كل القوى السياسية تحت عنوان أولوية الاستقرار، تحسين الاستقرار وحماية السلم الأهلي بلبنان. والبعض كان عم بيقول أنه ليش شو فيه لحتى لي يعني هيك مكبرين وعم نقوم بهذه الجولات. لا، نحن كنا متوقعين تماما أنه الوضع بده يتفاقم سلبا، يعني سواء بالوضع السوري وانعكاسه علينا. واليوم نرجع منقول، أولا ما حدا يراهن على الضربة السورية لا بالسلب ولا بالإيجاب، وهذا الكلام مش جديد لنا. كمان نحن قلنا في ذلك الوقت ما حدا يراهن على أي تغيير في سوريا، يعني إذا سقط النظام ما حدا يعتبر بلبنان أنه عم بيحقق انتصار على طرف على آخر أو على شريحة أخرى بالبلد. وإذا هذا النظام بقي يعني ممسك بالسلطة بسوريا كمان ما حدا يعتبر أنه عم بيحقق انتصار على طرف سياسي آخر أو على شريحة أخرى، لأنه هذا النوع من الرهان رح يخدمنا على الصدام الداخلي والانفجار الداخلي. وبهذه اللحظة بنرجع منقول ما حدا يراهن على الضربة السورية. نحن ما حنقدم بهذه الضربة ولا نأخر كقوة سياسية لبنانية، بغض النظر عن انقسامنا خليني أقول السياسي حول دعم النظام أو دعم المعارضة، لكن ما حدا يراهن أنه هذه الضربة بدها تغير بمعادلات يمكن ترجمتها أو موازين القوى في الداخل اللبناني. النقطة الثانية كمان وبشكل سريع، وهذا اللي نحن يمكن ممكن تسأل حضرته عنك لما احتلي له حول العلاقة مع القوى السياسية. صحيح، نحن معنيين كقوى سياسية كلنا سوا يعني بأكبر قدر ممكن من الانفتاح على بعضنا. ما استجل هذا الانفتاح على الأقل اليوم مع التيار الوطني مع التيار الوطني الحر. لا، نحن عنا يعني إذا بدنا نحكي بطرفي الصراع بثمانية وبأربعتاعش أدار علاقتنا قائمة مع مروحة واسعة من القوى السياسية، نتواصل نحن وياهم، نتشاور نحن وياهم بشكل يعني على الأقل العلاقة مع حزب الله الخلاف لا يفسد في الود قضية، ومع المستقبل التواصل مع المستقبل التواصل لا مع مستقبل حال. التواصل قائم، ما في بالعكس نحن معنيين عم نقول بهذه اللحظة
انه نسعى ل يعني نريح الجو اكثر واكثر على الارض، وهذا يحتاج الى خطاب سياسي هادئ، يحتاج الى تواصل بين القوى السياسيه، لطالما حذرنا من القطيعه لانه القطيعه مش ممكن يعني توصل الا لصدام اليوم. هذا التواصل مع التيار الوطني، هذا التواصل مع التيار هو لمحاوله يعني تنفيذ هذا الاحتقان في الشارع اللبناني او اراحه هذا الشارع. نحن اي يعني جو ايجابي، اي رساله ايجابيه نعتبر من واجبنا التعامل معها، استنادا الى موقفنا، استنادا الى طرحنا انه الاستقرار هو الاولويه. طيب بس هيدي مستعدين نتجاوب معها مع التيار الوطني الحر. نعم يعني قطعنا خطوات لا بأس فيها في التواصل بالاسبوعين اللي مرقوا، مستمرين بهذا التواصل. المجتمع اللبناني يحتاج الى هذا النوع من اليوم، الجو الهادئ بين كل القوى السياسيه بغض النظر عن الخلاف. فينا نختلف بعناوين كثيرة، بس فينا ننظم هذا الخلاف بتعاون، بتواصل، بحوار، بنقاش. مش طاولة الحوار هي التي عادة كانت عم تاخذ هذا الدور؟ نعم، لكن طاولة الحوار مش حاصلة كقوة سياسية. حاولوا تكونوا بدالة؟ مش بدال طاولة الحوار على الإطلاق، ما حدا بيقدر يكون بدال طاولة الحوار اللي برأسها فخامة رئيس الجمهورية، لكن على الأقل نحن مع القوى السياسية على الأرض ممكن إنه نشكل شبكة أمان. إيه؟ شبكة أمان اجتماعية، شبكة أمان تزيل القلق والخوف عند الناس على يعني بقدر الإمكان. وأنا هون يعني حتى مع التيار الوطني الحر هذه العلاقة اليوم هي مش بس بتريح الجو بيننا وبين التيار الوطني الحر أو بين قاعدتنا الشعبية نحن والتيار الوطني الحر، لا، بعتقد بتريح الجو على مستوى الرأي العام، لأنه الناس تعبانة، فعلا الناس تعبانة، بدها بصيص أمل بأي علاقة وبأي جو. ونحن يعني مكفيين بهذا المنحة، مكفيين بهذا التوجه بالمستقبل بإذن الله. بعد عندي ملف بدي أحكي فيه اللي هو موضوع الحكومة. سمعت بفقرة الصحف مع كريستين الطرح الذي نشر في صحيفة السفير وقيل أنه السعودية أجهضت هذا الطرح، 3 8 من دون ثلث معطل، ولكن ضمن صيغة معينة وتقسيم معين أجهض. نحن اتفقنا والسعودية أجهضته، نحن اتفقنا كلبنانيين والمملكة العربية السعودية. هيك قالت السفير. نعم، خليني أقول السفير. كان هناك محاولة جدية في موضوع الحكومة قطعت يعني مرحلة لا بأس فيها، بغض النظر عن التفاصيل اللي مذكورة بصحيفة السفير ويعني تقسيم الحقائب والمقاعد. الخلاف بالأساس مشاركة حزب الله أو عدم مشاركة حزب الله، تلت معطل أو لا تلت معطل، كان معقد الأمور كلها سوا. الشروط المضادة اللي للأسف لازالت قائمة، ما فينا نقول بعده عم يحكي عنا الرئيس تمام سلام. نعم، ما فينا نقول إن زالت، لكن كان هناك محاولة جدية بالأسبوع اللي مرق. نحن من الأساس كنا واضحين بموقفنا أننا مع حكومة سياسية. مين أجهض هذه المحاولة الجدية؟ جامعة. هيدي الشروط والشروط المضادة اللي بعدها مثل ما هي. بعدها مثل ما هي. نحن يعني موقفنا اللي الثابت بأنه حكومة سياسية تتمثل فيها القوى السياسية، مش حكومة وحدة وطنية، حكومة شراكة وطنية، حكومة مصلحة وطنية، حكومة جامعة، يعني تقدر تدير الواقع اللبناني بهذا الخطورة والقلق اللي نحن عايشينهم. طبعاً بالنسبة لنا من المملكة العربية السعودية لم نلمس إلا كل الحرص على الاستقرار الداخلي. نحن مشكلتنا بلبنان أنه نحن مش عم نعرف نتفق، أنه نحن ما منتفق. دايما عنا حدا نلقي التهمة عليه. ويعني بالنسبة للطرف الآخر يعني الشيخ سعد الحريري كمان كان متفاهم جدا لكثير من المبررات ويعني اللي بتحتم انه نحرك الامور، بالاضافه الى انه كمان ما بدنا ننسى موقفه خلال شهر رمضان اللي كان اساسي وجوهري فيما يتعلق بالحوار سواء قبل الحكومه او بعد الحكومه. علينا ان نكثف هاي الجهود بالمرحله اللي جايه علنا يعني نخطو هذه الخطوه. على امل ذلك الملف السوري حاضر في كل اروقه العالم. انتهى وقت حلقتنا، رح ننتقل إلى لندن ومؤتمر صحفي مشترك لوزراء الخارجية الأمريكي والبريطاني. شكرا وإلى اللقاء.